گفتگو با عیاد اللاوی درباره انتخابات عراق. تلویزیون البغدادیه، 5 مه 2014. انا لا اعتقد الان ان مساله الدوره الثالثه مطروحه ابدا، وانما ما يجب ان يطرح الان هو اجراء تحقيق موسع من قبل مجلس النواب وهيئه النزاهه والهيئات الادعاء العام وحتى المحكمة الاتحادية فيما جرى من تزوير ومن إجراءات قمعية ومن إجراءات استبعاد لكل الأشراف والمناضلين الذين رفعوا أصوتهم ضد الظلم والظالم، وأن تضع الأمور بنصاباتها الصحيحة ويعاقب ويحاسب من هو مسؤول عن هذا الأمر حسب ما تقتضي قوانين الأرض قبل ما تقتضي قوانين السماء العادلة، التي بالتأكيد ستقتص من هؤلاء الذين تلاعبوا بمال وقدرات شعبنا وكرامته وعزته. ولهذا احنا احييكم مرة اخرى، وهذه الامور كانت تدور بالكواليس، لكن عرضها على الشعب العراقي بهذا الشكل هو اثبات صحيح لان الشعب العراقي لن يستسلم ولن يطأطأ الرأس، وانما سيمضي قدما الى الامام وسينهي كل من يقف امامه من المرتزقة ومن الذين جاءوا بقوة الخارجي والأجنبي للاستيلاء على مقدرات هذا الشعب. نعم. وأتكلم على ضرورة فتح تحقيق من قبل هيئة في مجلس النواب تشارك فيها كل الأطراف السياسية الأساسية التي قاومت الدكتاتورية وتضع النقاط على الحروف، ويكون هناك حساب قانوني ويحال المتهمين إلى قانون إلى محاكم الجنايات، وليس إلى المحاكم الجزائية وإنما إلى محاكم الجنايات، لأن هذا الحقيقة يشكل جريمة، وخاصة من هم تمنوا في المفوضية والذين تلاعبوا بمقدرات الشعب. إحنا إلى حد الآن أكو 2 مليون بطاقة لم توزع، وين نتائج هذه البطاقات؟ لمن أعطيت ومن سيملأ هذه البطاقات؟ ولماذا أعلن عن أنه والله 62% من الشعب العراقي شارك بالانتخابات بالوقت اللي احنا كنا نعرف انه لم يبلغ هذا العدد نهائيا ولا حتى نصفه من الذين شاركوا في الانتخابات؟ الخارج لم يشارك الا 12%. نعم. امريكا بقوتها وبعظمتها وبديمقراطيتها وبامانها شارك اقل من 60%، 57% بالانتخابات. شلون يقول احنا 62% 63% شاركوا؟ وينكم ايش حكي هذا؟ نص بغداد غرقانه، ابو غريب غرقانه، البقية مناطق قصفت بالمدفعية، هاي جرف الصخر يعني تمت اعتقالات واسعة فيه. وين أكو الحكي؟ إذن لماذا ذكر هذا الرقم؟ وأين ستكون هذه البطاقات المليونين بطاقة؟ من سيستعملها ولمصلحة من ستصب هذه البطاقات؟ هناك جملة مسائل حصلت مخيفة وسرية وفي سرية مطلقة في مفوضية الانتخابات وفي مجاور مفوضية الانتخابات، مما يستوجب إجراء تحقيق فوري 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 جدا. يجب أن يبعد من وافق على الارتزاق أن يكون مرتزقا للإضرار بمصالح الشعب العراقي، هذا اللي يجب أن يبعد. لابد من شراكة وطنية، لا توجد أغلبية وأقلية، وخاصة على ضوء هذه الانتخابات الغير نزيهة. لا توجد أغلبية وأقلية، وإنما يجب أن تكون هناك شراكة وطنية ناجزة تحقق المصالحة الوطنية في هذه البلاد التي تدفع الآن 1000 شهيد بالشهر. أحذر الأمم المتحدة بأن تلعب دور إيجابي لصالح الشعب العراقي، وإذا استمرت بالتغاضي، وأنا اليوم كان عندنا وفد من ائتلافنا إلى الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي، ونحاول نلتقي بعض السفراء العرب حول التزوير الذي يحصل والذي حصل. فلهذا أحذر الأمم المتحدة أن لم تقم بواجباتها على شكل كامل فالويل لها. يعني من اليوم أبو غريب 3/4 غرقانة. يعني من تحجب حقوق الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، من تجي بعض القوى الأمنية اللي ما نعرفها منين هي، ما أدري إذا فعلا كانت قوى أمنية أو غيرها، تجي تستحوذ على صناديق لمراكز انتخابية، كيف يحصل هذا الشيء يا أخي؟ شوف بس شوفك هاي الصورة، هاي قوات سواتي، قوات تابعة لمكتب رئيس الوزراء بأمرة رئيس الوزراء،
هاي مدينة الصدر وهاي صورة سماحة السيد مقتدى، هاي قوات اللي نزلوها اللي أول شيء روعت المدنية، ثانيا أخذت الصناديق، ما لها حق بالحالتين. من تشرب على الانتخابات، من تشوف هيك خروقات، غير هي أول من ينادي بإيقاف هذه الخروقات وبإيقاف أي إنسان تصرف بهذا الشكل عند حده، والانتصار للشعب العراقي والانتصار للمواطن العراقي وكرامة المواطن العراقي حتى يروح ينتخب من يشاء في صندوق الاقتراع. لو تسكت المفوضية مثل ما ساكت الآن، القضية ما عادت قضية دورة ثالثة. نعم. القضية الآن قضية يجب أن يفتح تحقيق، وتحقيق رسمي وتحقيق واضح وتحقيق قانوني، ويحال من هو مسيء إلى القضاء وينال جزاء بالقضاء. نعم. شو من هو المخالف؟ من رئيس الجمهورية والتنازل إلي أنا شخصيا. طيب. والله العظيم. لكن بالمقابل يا أخي ما أقول هذا لكن الآن أكو مصالح، فأكو من ينكث أمام مصالحه الشخصية وأن يفضل مصالح الشخصية على مصالح الشعب العراقي. لهذا هذا الموضوع من ينبطحون سيستمرون. شكرا. لكن الآن احنا الحقيقة يعني القوائم بعضها وقائمتنا بالذات اكو اثنين ثلاثة اعتقد يعني حتى حضرتك ذكرت اسمائهم، واحنا نعرف ترى بالمناسبة ان هم ماخذين بعض الفلوس من بعض الجهات، بعضها مليارات الله يخليك، لكن هؤلاء سيتساقطون وسينتهون، وسيبقى شعبنا الكريم مرفوع الرأس. ثق واعتقد بالله إن شاء الله. وأنا أشد على إيدكم أنتم قناة البغدادية تسلم. وعلى كل المناضلين وعلى صاحبها، وأن تستمروا بهذا النهج، لأن هذا هو النهج الذي أمر به الله سبحانه وتعالى.